ملالة وبالقاسمية إنه الهدف الأول بالقاسمي وضعها بط فيه راية لا هو 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 ودخل يتبعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متواجدون هنا في الجزائر العاصمة لزيارة وتشجيع وكذلك تكريم هداف بطولة المحترف موبيليس للسنة للموسم الماضي، هداف البطولة مع بلايلي يوسف، باش نهدو له هذا الحذاء الذهبي كأحسن هداف بصحبة زميلي وصديقي ناصر بن شيحة. الله يبارك ما شاء الله عليك، مبروك مبروك، الله يبارك شكرا ودعنا ما شاء الله. وهذا للتشجيع منا، خصوصا حنا فرحانين كذلك بالنتائج الطيبة اللي دارها فريق اتحاد العاصمة السنة الماضية وتحقيقه للقب الإفريقي والسوبر كوب كذلك الإفريقي، وإن شاء الله يعني نشكر بهذه المناسبة كل المدربين وكل المسيرين خصوصا في الفئات الشبانية والمؤطرين الذين مروا وكذلك ساعدوا اللاعب بالقاسمي باش يوصل هذا الموصل ونتمنوا له النجاح. يهديها اللاعب علي موسى لصديقه بالقاسمي. هذه هي كذلك نهدوها للقاسمي ونتمنى لك النجاح في المدينه تاعك ان شاء الله. تستاهل كل خير، تستاهل كل خير. شرف ليا باش نكون مع حاضر معكم اليوم. صافي بليزير اللي راكم قدمتوا لي هذه الجائزه، الحمد لله هذه بفضل ربي سبحانه، بفضل لاعبين صحابي نشكرهم، بفضل المدربين اللي مروا علينا الموسم الفارط، الحمد لله هذه مبادره جيده، ان شاء الله نكمل في هذا المستوى ان شاء الله باش نكون دائما في الهدافين ان شاء الله. مالها القاسمي رمز فخر يعني سفير يعني الشباب يعني كل الرياضيين وترك البصمه نتاعو يعني هداف البطوله للتاريخ ان شاء الله ونتمنى له الفريق الوطني. نعرف باللي الاخلاق نتاعو التواضع نتاعو الروح الوطنيه الروح الرياضيه حب يعني هذا فخر ليك ونتمنى لك الخير في المستقبل. هانئا يعني الف مبروك ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نتلاقوا في تونس ونكرموا كذلك الاستاذ بلايلي. المهم انهم ابناء المدرسه الجزائريه متخرجين من مدارس معروفه سواء الوهران او الاتحاد الجزائري او فرق معروفه اللي راهي تقدم يعني اللاعبين. ان شاء الله النجاح للرياضه الجزائريه كره القدم الجزائريه وان شاء الله نعم كذلك تكون هناك مواهب وتكون كذلك يعني لاعبين كما في القاسمي كما بلايلي اللي يعني البطوله تاع السنه الماضيه عطاوها نكهه خاصه. ان شاء الله عوده كره القدم الجزائريه للواجهه الافريقيه والتاهل الى كاس العالم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.